المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. شكون ما يعرفش هاد المقولة باللي اللي عنده سرطان لازم يحبس عليه السكر؟ كي نفهموا هاد الجملة صافي يدير باللي هاد الإنسان لازم عليه يصوم. واش رايك دكتور زكي؟ المقولة هذه نابعة من كلمة مشهورة، هو أنه الخلايا سرطانية تحتاج طاقة باش تغذى. المقولة هذه صحيحة، ولكن تعليقي عليها راح يكون بعد ما نرجع لك، بعد ما نسأل الناس ونجيب الآراء تاعهم ونرجع لك. ما تطولش عليها. حاج مسعود مرحبا بك. الله يبارك فيك خويا، جزاك الله خيرا، ومتشرفين بزاف بالاستضافه تاعكم في هذا الصباح هذا. الله يعيشك، هو كل الشرف لينا حنا، لانه والله الهدف تاع الحصه هذا كومبلي هو توعوي، هو ان نسالوا الناس صح في ثقافه صحيه والاخر، ولكن الهدف الرئيسي هو ان نوجهوا رساله اللي تكون ادابت يعني ملائمه للغه تاع الناس. خويا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام اخي العزيز. صحتك لاباس؟ ماكش مريض كاش مرض ولا؟ والله الحمد لله يا اخو، بور لو مومون الواحد صحه راهو مليح. الله يدوم العافيه ان شاء الله. مسي ابو داود مرحبا بك. الله يسلمك، بارك الله فيك. السلام عليكم. انت اطار تخدم وين تخدم؟ ماشي اطار، انا شغل كوم عاون مكتب. عاون مكتب؟ عاون مكتب. نخدم في بارني. في الصحه يعني. في الصحه. محمد امين مرحبا بك. مرحبا بك، السلام عليكم. واش راك لاباس في رمضان هذا؟ والله لاباس الحمد لله، الحمد لله ربي. انتوما لاباس؟ الصيام كي تصوم يهلككش؟ شويه ما يهلكني غير كي نقعد، يلزمني نخدم له. محمد مرحبا بك. الله يسلمك. اليوم راهي غير بمحمد، محمد الامين، محمد، عشت الاسامي على كل حال تاع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الموضوع تاعنا اليوم وشنو؟ هو مرضى السرطان. كيما على بالك نورمالمون معروفه باللي الخلايا السرطانيه تتغذى بالسكر، يعني تحتاج السكر للطاقه تاعها. مشهوره. وكاين ثاني نصيحه توجه للمرضى تاع السرطان، تقول بلي الافضل انهم ينقصوا الاكلات اللي فيهم السكر الماكسيموم باش الخلايا هذه ما تغداش. هل الكلام هذا ظن بلي حقيقي وشنو هو التفسير تاعو؟ اي حاجه باينه بيان سور، سورتو ربي شافيهم في حاجه الاولى مرض بسرطان. الواحد كي يكون مريض بسرطان لازم ينقص السكر ومليح لصحته ثاني. هذه صح، كاينه منها يقول لك ما ياكلوش السكر. ايه بصح من جهه نخمم لها يطيح لها من السكر. تما ماشي، واش رايك انت، جوست ولا فو؟ جوست بصح، كاينين ما ماكله اخرى كيما نقولوا عندها لي بروتين منايا تطلع ما ماكلش السكر، تما كاين تطلع الطاقه كيما الماكله، كاين كيما نقولوا الماكله كاين اللي فيها البروتين تطلع الطاقه. هي شوف البروتينات هذه عندك الحق فيها، بصح الاجابه خاطئه. نشك، بارك الله فيك. هل واحد اللي راهو مريض بالكونسير هل من المستحسن انه ينقص السكريات الماكسيموم باش الخلايا ما تزيدش؟ بيان سور سي نورمال، ماذا به ينقص ولا ياكل كما يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كتلاته خمسه هادو باش ما تقول لك حروا هذا ببردي هذا، الله اعلم هكذا في الحديث، باش ينقص السكريات. باش ينقص السكريات لما يكون مريض. توقع لك قريب واحد كيلو تاع دقله دوكا، والله العظيم عجبني، والله ضربت واحد الكيلو، والله العظيم. شنو كليت ثلاثه خمسه هكذا مشيت.
اي انا صحي الميدسان، كاين واحد الميدسان صحني قال لي السكريات الدقله في الدقله، قال لي من المستحسن وحده ولا ثلاثه باش ما يطلعلكش السكر. صح اي لازم ينقص بياسر، سي نورمال يا خويا. بارك الله فيك. بك بارك الله يعيشك. هو شوف الاجابه والله ماشي هذه، معليش بصح انت راك عاونتنا وعطيتنا فكره مليحه على الراي تاع الناس فيما يخص هذا المرض. كي تشوف الحصه تاعنا ان شاء الله ولا تريح معنا احنا نعطوك الاجابه الصحيحه. بارك الله فيك. باينه هديه سورتو السكر، كاين كيما يقولوا لازم، كاين كيما يقولوا لازم شويه سكر شويه، كاين اللي مسكين عنده لوطونسيو فهمت، سورتو دوك يتخلطوا بزاف ياثروا على الخلايا تاعو تاع السرطان. واكيد بالنسبه للعلم والطب هو يعني صحيح 100% كما راك تقول، ولكن انا نزيد نضيف لهذا المعلومه هذه انه هذا المريض نتاع السرطان اول حاجه ينسى باللي عنده المرض. دونك كي نحس روحي، نحس روحي باللي نقدر نقاوم هذا المرض هذا، نقاومه ونأتاكيه بواش اول شيء بالسيرفو تاعي انه نقدر يعني حاجه مستحيله نرجعها نقدر، يعني لانه كاين الناس اللي مشاو بواحد الطريقه يعني نفسيه اولا غيبيه، نقدروا نقولوا مثلا بطريقه القران الكريم والدين احنا كمسلمين، وكذلك بطريقه علميه انه يدير ريجيم يعني ينحي سكريات كما راك تقول، هذا السكر اللي يعني الخلايا اللي تتغذى من السكر وتتقوى من الداخل. بارك الله فيك حاج مسعود. شوف هي الرساله هايله وقوه التحدي نمدوها لكاع الناس بانه افضل حاجه باش تقاوم اي مرض هو قوه التحدي. هذه نشكرك عليها بالرغم من ان الاجابه يعني خاطئه بصح معليش، شكرا على المشاركه معنا. لازم ديجا السيستم ايمونيتير تاعو يدوموندي السكر، يعني المناعه تاعو ديموندي السكر، ديموندي السكر بصح با نيمبورت كال سكر. لازم السكر ما يكونش موديفي. ولا صافي دو سكر لون ولا سكر مورسو نورمال، مي با لي سكريري تاع بيان سي بون باغ اكزومبل لي شوكولا ولا لي كانو جوستومون موديفي، سكر موديفي. معليش دوكا حنا السؤال تاعنا وشنو هو؟ هل من المستحسن اننا نمنعوا عليهم السكر اطلاقا، يعني اون لي بريف توتالمون دو سكر كوا كو سوا لا كونتيتي ولا لا كاليتي تاعو؟ سي توتالمون فو، ما غلطه. Il ne faut pas priver la personne de sucre, mais il faut bien leur faire comprendre que ce n'est pas n'importe quel sucre. Pas leur dire de manger du sucre, ou alors il n'y a que n'importe quoi comme sucre, c'est un sucre non modifié. D'accord. Ya khoya yatik saha, l'ijaba sahiha, vous avez répondu juste, mais, maalich, ana zid nkorijiha halek chouya, c'est parce qu'ils ont besoin d'énergie. Yahtajou taqa, parce que même les traitements sont lourds. Oui, exact. C'est l'immunité, le corps qui demande l'énergie de sucre. يعطيك الصحة. وحنا ما خلوكش تروح يديك فارغين بيان سور. نعطوك ان بيلون غراتوي. يعطيك الصحة. كومبلي. يعني تحاليل طبية تامة وشاملة عند لا كلينيك خنتوش على الإجابة الصحيحة هذه. وبارك الله فيك. ولا تقدر تمدنا كلمة أخيرة في رمضان هذا لأهلك لي زالجيريان المغتربين اللي في نيس ولا في باريس ولا كيما تحب. نقول لهم رمضان مبارك ان شاء الله. امين. وان شاء الله ربي ينزل علينا البركه في هذه البلاد، وان شاء الله كل جزائري يقدر يتجوز رمضان كما يحبوا وكما يتمناه. الله يعيشك، بارك الله فيك وصحة صيامكم. صحة رمضانكم، ونقصوا ان شاء الله في هذا رمضان اللي تكيفوا الدخان ثاني اثر على السرطان. ان شاء الله تحبسوا وصحة رمضانكم وصحة عيدكم خوك. الله يحفظك خويا محمد، صحيت. شكرا، صحيت. صحة صيامكم ان شاء الله. وهذا معك. بارك الله فيك. شكرا، صحيت. الله يعيشك. وان شاء الله اللي راهم مرضى ان شاء الله ربي يعافيهم. امين. واللي مازال اللي كيفاش يقولوا ان شاء الله يجيب الخير ربي الخير للبلاد. إذا تقدر تمد لنا رسالة أخيرة للناس في سيدنا رمضان. طيب احنا رانا في رمضان، احنا واش نقولوا؟ يعني اول شيء رمضان هو يعلم الصبر، يعلم الصبر، وهذه رانا نهضروا على السرطان ونهضروا، هو اصلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يعني يبتلي هذا الانسان على الصبر. اذا رانا في مدرسه الصبر، ورمضان مبارك ان شاء الله للجميع. شكرا، يعطيكم الصحه. شكرا، الله يحفظك. منصف سقسيتهم ومعظم الاحيان بناوا الفكرة تاعهم على أنه مادام الخلية السرطانية تحتاج السكر، إذا نحو عليها السكر باش يبرى الإنسان. وراها المشكل في الكلمة هذه؟
مشكل كبير وخطير جدا، أنه لا يوجد أي معلومة بناها العلم أن الخلايا السرطانية تأكل السكر، ولهذا الإنسان لازم ينحي السكر. السكر يعني الطاقة الإنرجي. كل إنسان اللي عنده مرض سرطان بالك راهو يدير لا شيميو، بالك راهو يدير لا راديو، بالك راهو ما على باليش أنه يدير جراحة، ما ضعيف الجسم بزاف، ضعيف بزاف الجسم تاعه يحتاج طاقة. كي انت تنحي له السكر مين راح يجيب المصدر تاع الطاقه هذه؟ ولهذا هذه المعلومه الشائعه بزاف في المجتمع تاعنا رانا ناكدوا لكم ونعاودوا باللي غلطه بزاف، ما عندها حتى اساس من الصحه. الاساس تاعها انه بعض المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي يقول العالم الفلاني، هو عالم واحد ما يعرفوا شكون، ويمدوا هذه الجمله. بار كونتر ماذا بيه تقول لي الجمله اللي قلتها في البدايه؟ شوف، حتى ونفرض أنه هذه المقولة صحيح، زعما بلي خلية سرطانية تحتاج غير الجلوكوز فقط باش تكبر، الجسم ثاني يحتاج الجلوكوز في كل حاجة، والإنسان هذا راهو خلاص، يعني هذا حق أريد به باطل، هذا بفرض بلي راهي صحيحة، دونك الأفضل أنهم ما يتفلسفوش صراحة. ولهذا مشاهدينا الكرام كما راك تشوفوا احنا كأطباء رانا نخرجوا للشارع ورانا نسييو ونوعيو ونديروا التحسيس، ولهذا ماذا بينا انتم تاني تكونوا معنا والمعلومات اللي راكم تسمعوها تنشروها بيناتكم. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام حلقة اليوم. دكتور زكريا واش تقول لهم؟ انا اقول لهم صحة صيامكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم.